مدينة وهران يا صفقورة يلا يلا وربي يخليهم والله يطول عمرهم وانتصار على انتصار ان شاء دورة مميزة احتضنتها هذا الملعب بحضور هذا الوفد الكبير والشباب، ونحيي فيهم روح المبادرة للشباب هذا واللي عندهم روح الوطنية، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح للدورة والسكان هذا الحي هذا. دورة البهية فوت التي عرفت مشاركة 80 فريق وحضور جمهور وفي لدورة جمعية رادياز، وكذلك مشاركة وتدعيم والتشكر لنجوم كرة القدم الجزائرية من رفاق الأخضر باللومي، كويسي، مغاريا، شريف الوزاني، والسلطات المحلية التي دعمت هذه الدورة. في العادة تعرف الله رادياز بهية وهران نقولش هذه رجعت عادة، ما كانش مراتوها شاخ. راكم تشوفوا الفنانين تاع نصفين حماشه كاع لي زارتيست وهذو اللاعبين، يعني خلقوا فرجه كرويه جميله الله يبارك، تشجيع الاطفال على الرياضه، وثاني باش نقعدوا في ديك يعني ضد العنف، ضد توسكي كيما قال لك نيجاتيف. نتمنى ماشي غير مدينه وهران، كاع الولايات سيكونت ولايه يديروا هذو الحفلات اللي جان تاوعنا باش ما يروحوش يديروا مخدرات كرويه كاع الولايات ان شاء الله. نشكر فريق جمعية رادياز على هذه الدورة الكروية اللي تلاقي بين قدام اللاعبين والجيل الصاعد ومكافحة ظاهرة الآفة الاجتماعية الخطيرة. الدورة كانت مليحة كما رانا نشوفوا الميدان كانت منظمة الحمد لله، فيها ليسونسيال جوار، فيها الضحك، فيها اللعب، ما حسيناش روحنا برانيين ولا، والحمد لله.